السلام عليكم. مبدئيا نشكر الحضور على يعني استقطاع الوقت من حضراتكم وحضور المؤتمر. شكر خاص للدكتور وائل عزت عشان خاطر هو كان زي ما كل الزملاء الافاضل اتكلموا ان هو كان الدينامو بتاع المؤتمر. نشكر الشركات اللي ساهمت معنا في حضور المؤتمر. نبدأ إن شاء الله سيشن بتاعتي نتكلم عن إيه؟ عن فاست رمضان سيفلي ويز ذا مايكرو. Majority of Muslims patient living with type 2 diabetes choose to fast رمضان على الرغم من إن الميديكال أدفايس بتقول له إيه ما تصومش. 8 من كل 10 patient type 2 diabetes بيصروا على ايه الصيام في رمضان على الرغم ان هم ايه الـ الـ النصيحه المتكرره للاطباء بعدم الصيام. الريسك اوف هاي ريسك اوف فاستنج ديورنج رمضان الهايبوغلايسيميا والهايبرغلايسيميا والديهايدريشن والثرومبوزيس والويت جين. جايد لاينز اللي هي الاي دي اف والدار جايد لاينز حددت لنا البيشنت اللي يصوم واللي ما يصومش اكوردنج تا ريسك سكور، وقالت ان في اربع ستيبس نعملها قبل ايه قبل الصيام في رمضان. بنعمل بري رمضان اسيسمنت وبيشنت اديوكيشن وميديكيشن ادجستمنت وبوس رمضان اسيسمنت. بري رمضان اسيسمنت شود بي يكون من 6 ل 8 ويكس بيفور رمضان. الستيب الاولى البري رمضان اسيسمنت ايفالويشن ذا بيشنت ليفل اوف ريسك. الليفل اوف ريسك يعني يتلخص تقريبا في 14 ايتمز. ال 14 ايتمز دي هنقولها اكوردنج تو ايه الدار والاي دي اف جايد لاينز، وقسمتها الريسك اللي هو اقل من 3 يبقى لو ريسك ده يصوم عادي، من 3 ل 6 ده مودريت ريسك، الهاي ريسك اكتر من 6 ده ما يصومش. Step 2 patient education advice on self management while fasting. انا اعمل education للبيشنت من ناحيه الليفل اوف ريسك، يعني افهمه الليفل اوف ريسك اوف هايبوغلايسيميا وهايبرغلايسيميا. امتى البيشنت بريك فاست يعني اللي هو يفطر ما يصومش ما يكملش صيامه. فلويد اند ميل بلاننج الخطه بتاعت التغذيه بتاعته اثناء الصيام ما بين المفطر لحد السحور. ذا رول اوف بلاد جلوكوز سيلف مونيتورنج هو بيقيس لنفسه اثناء الصيام وبعد المفطر. وين تو اكسرسايز يعني امتى الفتره اللي يعمل فيها اكسرسايز. والميديكيشن ادجستمنت انا اقولها له وهو يطبقها. ستيب 3 ميديكيشن ادجستمنت يعني الادويه اللي بياخدها البيشنت دي انا اعمل لها ادجستمنت اكوردنج للتايب اوف ميديكيشن. اذا كان بياخد متفورمين، اذا كان بياخد سلفونيل يوريا، بياخد دي بي بي 4 اس جي ال تي، وات ايفر اللي بياخده انا اعمل له ايه الادجستمنت اكوردنج للنوع التايب اوف ايه اوف ميديكيشن. التايب اوف ميديكيشن والدوز والتايمنج اوف انتيك. ستيب 4 بوست رمضان اسيسمنت شوف بعد رمضان الخطه اللي احنا مشينا فيها والتعليم اللي اتعلمه اثناء رمضان والامباكت بتاعه ما بعد رمضان. اسيس هاو ذا بيشنت هاندلنج فاستنج ديورنج رمضان وديسكاس اني نيسيسري ميديكيشن ري ادجستمنت يعني اللي عملنا لها ادجستمنت اثناء رمضان هنعمل لها ري ادجستمنت تاني بعد رمضان. الكيس دي زي ما كلنا بنشوف العيادات التايب اوف بيشنت ده بنشوفوه ميل بيشنت 48 ييرز اولد تيتشر بريفيوس دايجنوز هو تايب 2 دايابيتس هو بياخد متفورمين من 3 مانس ايجو انيبل تو اسكاليت الدوز هو عنده جي اي تي ابسيت فمش عارف يزود الدوز. عنده فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس. الصوت لو سمحت يا جماعه ورا، الصوت ورا لو سمحت يا جماعه. اتفضل دكتور. فاميلي هيستوري اوف تايب 2 دايابيتس هو لما بيقيس لنفس السكر متوسط القراءات بتاعته من 150 ل 200، الاي 1 سي بتاعه 8.6 وهو هايبرتنسيف، ليبيد بروفايل نورمال هو سموكر، نورمال رينال فانكشن، البودي ماس اندكس بتاعه 26، اللور لمبس في فينوس فاريكوسيتيز. هو عايز يصوم رمضان، البيشنت ده يصوم ولا ما يصومش؟ عشان نقول البيشنت ده يصوم او ما يصومش او انذر تايب اوف بيشنت نشوف الريسك اليمنت
والريسك سكور اللي عاملاها الاي دي اف، وهيبان موضوع ده الراجل ده يصوم ولا ما يصومش. هو الراجل ده بسيط، هو شكله لو ريسك فممكن يصوم، بس هنحددها بعد السلايدات اللي جايه ان شاء الله. البيشنت اثناء الصيام الريسك اوف هايبوجلايسيميا هتبقى اكتر، وبرضه الهايبرجلايسيميا افتر بعد ما بريكفاست هيكون اعلى. ففي 5 فولز ان هايبرجلايسيميا بتحصل اثناء رمضان، و7.5 فولز انكريز في السيفير هايبوجلايسيميا ان بيبل ويز تايب 2 دايابيتس ديورنج رمضان. ده الريسك سكور اللي احنا قلنا عليه. الريسك سكور ده يعني شود بي، لو كل واحد في العياده عندنا قبل رمضان الجدول ده يبقى موجود. ده جدول مهم جدا، بيجي لنا البيشنت يقول لي انا هصوم يا دكتور، زي ما قلنا احنا ان هو 8 من كل 10 انا هقول لك هيصوم يعني هيصوم، بغض النظر هو كنترولد ان كنترولد، هو بيك من غيرك هيصوم، فانت بتساعده ان هو هيصوم. بس انت في حدود معينه اقول له لا انت ما ينفعش قاطبه كده، وفي حدود ماشي تمشي مع المريض انا اساعدك في الصيام. الحدود دي فين؟ الحدود دي في الجدول ده ماشي، متحدده زي ما قلنا حوالي 14 اليمنت. هنشوفها ازاي. دايابيتس تايب اند ديوريشن. التايب، تايب 1 دايابيتس هياخد سكور 1، تايب 2 هياخد 0 سكور. تايب 2 احنا قلنا بنقسم الريسك اكوردنج لي الريسك سكور، اقل من 3 ده يصوم عادي، من 3 ل 6 مودريت ريسك، يعني اقل من 3 لو ريسك، من 3 ل 6 ده مودريت ريسك، اكتر من 6 ده سيفير ريسك، وده ما يصومش خالص اكتر من 6. فلو جمعنا البوينتس بتاعت البيشنت ولقيناها اكتر من 6 فالبيشنت ده ما يصومش على طول، كلمه مقطوعه يعني على طول كده، ده انت ما تصومش خالص. لكن اقل من 6 نتفاوض مع البيشنت وهو بيتفاوض معانا. اللو ريسك الدنيا كويسه خالص. فانا هدي مثالين ثلاثه على القصه دي. مثلا قلنا تايب، تايبس اوف دايابيتس، تايب 1 وهياخد ايه؟ هياخد 1 سكور. تايب 2 0 فخلاص. الديوريشن لو اكتر من 10 سنين ديوريشن اوف دايابيتس ده هياخد ايه؟ السكور 1. اقل من 10 سنين هياخد 0. طيب مثال تاني بعيد شويه، لو واحد رينال امبيرمنت وجالك هي عاوز يصوم، احنا بنقول على طول الرينال امبيرمنت كده ما يصومش، كلمه في المطلق، لكن هنا محدده مش في المطلق. ازاي؟ بنقول الجي اف ار، نحسب الجي اف ار، لو جي اف ار اكتر من 60 ياخد سكور 0، الجي اف ار من 45 ل 60 ياخد سكور 2، من جي اف ار من 30 ل 45 ياخد سكور 4، اكتر من اقل من 30 ده ياخد 6.5 سكور، يعني ده ما يصومش خالص. يعني عملنا حسبنا له البيشنت جي اف ار بتاعه لقيناه اقل من 30، قول له انت كلمه واحده انت ما تصومش. لا حسبناها الستيج من 60 ل 45 يعني 4 سكور، لا انت طب هنفكر نخليك صوم، الا اذا كان عنده انذر اليمنت ثاني واخد سكور ثاني وصله لايه؟ لفوق السته. تمام؟ ده كمثال للرينال امبيرمنت لاننا احنا بنشوفه كتير. يقول لك واحد مثلا عامل بيشتغل جامد كده انتنس فيزيكال، فده يصوم ولا ما يصومش؟ لو هايلي انتنس فيزيكال اكتيفيتي، الناس البنايين والبتاع ده ياخد، وهو دايابيتك بيشنت ياخد سكور 4. ده مجرد ان هو عامل فقط لا غير وبيشتغل في البناء وكده ياخد 4. لو رحنا معاه تاني لقيناه مثلا تايب 1 نديله سكور، لو ان كنترولد نديله سكور تاني، لو الدوريشن اكتر من 10 سنين يبقى هحط له سكور، جمعنا اكتر من 6 الراجل ده ما يصومش، اقل من 6 لا نتفاوض معاه. فانا يعني هو الجدول ده شايفه من القوه بمكان انه يبقى معانا، بحيث ده الحدود، يعني دايما شطاره الدكتور في حدود ويعرف الحدود فين، سواء لي هو او سواء للبيشنت. الكاتيجوري بتاع الاخ اللي احنا قلناه ده هو بياخد ميتفورمين والدياجنوز وتايب 2 سكور 0 والاي 1 سي 8.5، يعني ايه السكور بتاعها قليل. يعني هنا برضو عشان خاطر هنا الليفل اوف اي 1 سي جلايسيميك ليفل هقولها برضو تاني، لو اكتر من 9 ياخد سكور 2، لو من 7.5 ل 9 ياخد سكور 1، والراجل ده بتاعنا عنده الاي 1 سي 8.5 فهو ياخد سكور 1، وتايب 2 هيبقى سكور 0. ففي الخلاصه الراجل ده هيبقى ايه؟ واحد بس في السكور، في الريسك سكور.
فكده معناها ان الراجل ده لو ريسك فبيصوم بمنتهى البساطه وما عندناش اي مشكله فيه. طيب الانتي دايابيتيك ميديكيشن اند فاستنج تشوف ذا اورال ايجنت شود بي اندفيدوالايزد، يعني انت بتختار برضه الانتي دايابيتيك ايجنت شود بي اندفيدوالايزد زي ما احنا قلنا شود بي تيلرد على البيشنت. وانا اختار الجلوكوز يعني في الحاجات اللي ما بتعملش هايبوجلايسيميا، دايما اختياراتي ما قبل رمضان واثناء رمضان مباشره، او في العموم كمان الحاجات اللي ما لهاش ايه سايد افكتس منها الهايبوجلايسيميا. طيب ده ازاي اعمل ادجستمنت للاورال انتي دايابيتيك دراج؟ يعني انا دلوقتي اكوردنج تو الانتي دايابيتيك ايجنت اللي انا بستخدمها سواء ميتفورمين، سلفونيليوريا، دي بي بي 4، اس جي ال تي 2 انهبيتورز، هعمل له ازاي ادجستمنت اثناء رمضان؟ الميتفورمين، الميتفورمين يا اما واحد بياخد وانس او توايس او ترايس، يعني اللي بياخد مره مرتين ثلاث، او بياخد اكستندد ريليز. هل في الميتفورمين ده في مشاكل فيه؟ ما حدش قال ان واحد بياخد ميتفورمين فقط في مشاكل، هيصوم بالبديهه كده احنا هنقول هو هيصوم. طيب الادجستمنت بتاع الدرج ده ازاي؟ لو بياخد وانس اديها له وانس زي ما هي واديها له امتى؟ في الفطار. لو هياخد اتويس اديهم له زي ما هم، واحده فطار واحده سهور وما فيهاش مشاكل. لو بياخد ترايس يعني ثلاث مرات افطار غدا عشاء، اجيب جرعه الغدا احطها مع الفطار احطها في المفطر، واجيب الجرعه اللي بالليل احطها في السحور، يعني الثلاثه هم بس اضيف الغداء مع ايه؟ مع الفطار. طيب لو واحد بياخد اكستندد ريليز، احنا عارفين الاكستندد ريليز ده بيتاخد وانس، اذا كنت حتى بتاخد وان تابلت بتاخدها بالليل، حتى لو بتاخد تو تابلت عشان هو اكستندد ريليز بيتاخد تو تابلت بالليل، فدول يتاخدوا زي ما هم نو ادجستمنت للدوز از ات از واتاخد مع الافطار. ادي مع الميتفورمين. وات اباوت سلفونيليوريا؟ يعني عندنا سلفونيليوريا هو التخوف الشديد ان انا ادي سلفونيليوريا او اكمل عليه مع البيشنت اللي بياخده قبل رمضان اخده اثناء رمضان. طب يعني ايه التفكير بتاعي عشان اعمل ادجستمنت للدوز اثناء رمضان؟ يعني انا هعمل ايه؟ هو واخد سلفونيليوريا، هي هو في البدايه كده لو البيشنت ده بياخد حاجات من الاولد جينيريشن زي جليبن كلامايد قبل رمضان زي الباشا كده تشيل الاولد جينيريشن ده وتحط حاجه ايه نيو جينيريشن. طيب ده مبدئيا يعني كده. الاس يوز في ويلث اوف ايفيدنس اند اكسبيرينس ويز لو كوست افيكاسي بتاعته، يعني عندنا من المعلومات القويه في السلفونيليوريا والتجارب الكثيره فيه. الريسك زي ما احنا قلنا انها فيها ريسك اوف هايبوجلايسيميا في السلفونيليوريا، فانا لما بختار حاجه يعني من النيو جينيريشن وابعد عن الاولد جينيريشن، واختار حاجه من الكلاسز اللي هي ليها ديفرنت ريسبتور انتر اكشن وبايندنج افينيتيز احسن واند ديوريشن اوف اكشن. طيب اللورنج اوف ذا دوز اوف جليبين كلامايد، زي ما قلنا لو في جليبين كلامايد موجود في الموضوع حتى لو انت قللت الدوز بتاع الجليبين كلامايد برضه الريسك اوف هايبوجلايسيميا ما زال موجود، فاحنا هنشفت الاولد جينيريشن بالنيو جينيريشن بتاع جليكلازايد ام ار هودوفايد ريليز هيبقى بيتر، اتس بيتر يعني ماتش مور بريفيرد. ذا يوز اوف اولدر دراج ويز ذيس كلاس زي الكيبن كلامان شود بي افويدد ديورينج رمضان. في السلفونيل يوريا في الانديا اند ماليزيا عملت ستادي على السلفونيل يوريا، والاستادي دي بتقارن بيها بين السلفونيليوريا وبين السيتاجليبتين. ففي الاستادي دي بص استادي ذا ريسك اوف هايبوجلايسيميا وز السيتاجليبتين ووز سيم تقريبا زي ايه السلفونيل الجليكلازايد. فيعني عاوزين نقول ان الريسك اوف هايبوجلايسيميا مع الدايمايكرون او الجليكلازايد موديفايد ريليز في الاستادي اللي عاملاها انديا اند ماليزيا تقريبا سيم في الريسك اوف هايبوجلايسيميا. برضه مع الفيلدا جليبتين اللي هي ستيدي فاست ترايل برضه ما بين السلفونيليوريا اللي هي جليكلازايد والفيلدا جليبتين برضه نون سيجنيفيكانت اللي هو الريسك اوف هايبوجلايسيميا. استاذ ديموستريت ذات ذا بيبول ويز تايب 2 دايابيتس كان كونتينيو تو ذا يوز اوف مودرن سلفونيليوريا زي الجليكلازايد ام ار سيفلي ديورينج رمضان. طيب الادجستمنت بتاع السلفونيليوريا قلنا الادجستمنت بتاع الميتفورمين احنا ومستريحين فيه ما فيهوش اي مشاكل.
الادجستمنت بتاع السلفونيليوريا، هل بياخد وانس ديلي، هل بياخد توايس ديلي، هل بياخد اول جينيريشن؟ لو بياخد وانس ديلي هديها له هي وانس ديلي، ولو البيشنت هو كنترول ميبي ان انا اريديوس الدوز، ممكن اديله ايه نص الدوز لو هو كنترول وتمام وبياخد وانس ديلي في الافطار، انا ممكن ادي ريديوس الدوز واديها له برضه في الافطار. لو توايس ديلي انا اديله الجرعه الاولى في الافطار وريديوس اللي هي السكند دوز في السحور تقريبا بالنص. لو بياخد اول جينيريشن بتاعة جليبين كيلامايد شود بي المستحسن والمفضل ان انا الغي له الاولد جينيريشن وادي له الموديفايد ريليز اللي هو ايه الدايمايكرو. التيزيديز ده ما فيش ريسك طبعا معروف من الهايبوجلايسيميا على الاطلاق، فلما اجي انا اعمل موديفيكيشن في التيزيديز اللي هو الباجلوتازون فسيم نو ادجستمنت للدوز واديها له زي ما هي، واتس بيتر ان انا اديها له في الافطار. طيب الجي ال بي 1 زي الفيكتوزا زي البيتا، هم بيتا مش موجوده في مصر، زي الاوزمبيك زي المونجارو زي اي حاجه جي ال بي 1 انا اديها له عادي، بس لو هبدا فيها قبل رمضان بشهر المفروض انا ما ابداش ما اديهاش قبل رمضان بشهر، لكن قبل رمضان بشهر ادي عشان التايتريشن والجي اي تي ابسيت اللي بيحصل، لكن دخلت في الشهر انا ما ابداش جي ال بي 1، لكن جاست ان انا بدات فيها قبل رمضان فاكمل نو موديفيكيشن للدوز لان ما فيش خالص هي ريسك اوف هايبو جلايسيميا. دي بيفور انهيبيتورز ده واحنا مغمضين، ده حتى الناس بتوصفه كده بالتليفون اللي هو نو ادجستمنت للدوز ديورنج رمضان. اس جي ال تي انهيبيتورز تقريبا سيم زي اللي هو جي ال بي 1، لو قبلها باسبوعين اربعه بشهر انا المفروض ما اديهاش قبل رمضان في خلال من اسبوعين لشهر. ما قبل الشهر لا عادي ما فيش مشاكل واكمل عليها ونو ادجستمنت للدوز اثناء رمضان. لكن انا بقول للمريض ايه، اشرب ميه كتير في اثناء رمضان عشان خاطر ايه الديهايدريشن اللي ممكن يحصل والبوليوريا اللي بتحصل من الاس جي ال تي 2 انهبيتورز. واي جليكلازايد از افكتيف بارتنر تو ذا فاست سيفلي اند افكتيف. الادفانس ستادي الادفانس ستادي شافت الاي 1 سي ريدكشن اللي هو الدايمايكرون ام ار بالماكسيمم دوز بتاعته ال 120 وقالت ما بين السبعه لثمانيه اي 1 سي الريدكشن بتاعي هيكون تقريبا 9 من 10. ما بين يعني انا شفت الاي 1 سي 7 ل 8 8 ل 9 9 10 وبعد كده اكتر من 11، بين السبعه والثمانيه اتوقع ان الريدكشن بتاعي 9 من 10 تقريبا 1. لو الاي 1 سي بتاعي من 8 ل 9 حصل لي اي 1 سي ريدكشن بالدايمايكرون 1.7 من 10، من 9 ل 10 الاي 1 سي ريدكشن 2.6 من 10، اكثر من 11 الاي 1 سي ريدكشن من 4 ل 5. احنا عارفين كل ما وات ايفر ذا انجريديانت وات ايفر ذا انتي دايابيتيك ايجنت كل ما الاي 1 سي عالي بغض النظر هياخد ايه هيبقى الريدكشن اعلى في الاي 1 سي العالي. القصة الأحسن في الريدكشن الحاجات القليلة اللي هي 8 ل 8.5 7.5، هو ده اللي فيها أنا هدي إيه وأشتغل على المريض إزاي عشان أقللها. يعني أنزل من فوق دي سهلة، لكن أنزل من الحاجة البسيطة دي هنلاقي صعوبة سواء مع المريض أو مع الطبيب. الإكسترايز ستادي بتقول دبل دوز هيدينا دبل إفكت، بمعنى أنا لو أعطيت 1 دايماكون 1 تابلت 60 مللي جرام وحسبت الفاستنج بلاد جلوكوز في الاكس رايز هيدينا ريدكشن في الفاستنج حوالي 66 مللي جرام بير ديسيلتر، لكن لو اعطيت 120 ال 66 دي في الفاستنج هتقل الرقم بتاعه اقل من 106، فالدبل دوز هيدينا دبل افكت. عندنا الزنه دي عندنا الايزي دايت ترايل ذا افكتيف اوف جليكلازايد ام ار ان ذا مانجمنت اوف تايب 2 دايابيتس في الاناليسيس فروم الايزي دايت ترايل. الانسيدنس في الايزي دايت ترايل بتقول ان الانسيدنس اوف سيفير هايبوجلايسيميا تقريبا لا تذكر، ودي اتعملت في على 7000 عيان تقريبا اللي حصل لهم السيفير هايبوجلايسيميا 4 من ال 7000
عيان، فاللي هو ايه النسبه بسيطه جدا. برضو الايزي ده ترايل اتحسبت زي اللي هو قلنا ادفانس ستادي ما بين السبعه لثمانيه وثمانيه ريدكشن اوف اي 1 سي تقريبا ذا سيم. قدامكم از ايكوفالنت تو سيتا جليبتين زي ما قلنا، والفيلدا جليبتين اللي هو في ستيدي ستيت ترايل ان ذا ريسك اوف هايبو جلايسيميا. لما جم قارنوا ما بين جليمبرايد والدايمايكرون جليكوزايد ام ار في الهايبوجلايسيميا اللي هي كونفيرمد هايبوجلايسيميا، النسبه بتاعه الاي 1 سي النسبه بتاعه الهايبوجلايسيميا تقريبا اقل 50% من جليمبرايد. 1 مينيت مور 1 مينيت انت قول 1 اور هم يعني شايفهم كويسين ف 5 مينيت 5 مينيت ماشي. طب نكلم 2 مينيتس دكتور وليد قليلين ماشي اتس اوكي بس في كلام كويس انا بس قصدي يعني اوكي 5 مينيتس يعني برضو انا هركز تاني حتى لو حد عايز على الواتس نديله التيبل ده روعه بصراحه. انا لولا بس ان الوقت ما اسعفنيش ان انا اطبع كميه اكون عطاها للناس، لان ده تحت في المكتب عندك تحت الازاز وتحسب الريسك سكور الديوريشن بتاع ده. انا شايفه ده اساسي قبل رمضان كده بشهر الواحد بيشتغل عليه، فهو منتهى الجمال بتاع الدار ستادي والاي دي اف جايد لاينز. يعني لما حسبوا الهايبوجلايسيميا في بالنسبه للجليمبرايد والدايمايكرون حسبوا ليه انه الهايبوجلايسيميا اقل 50% في الدايمايكرون عن ايه عن الجليمي برايد. في المايد هايبوجلايسيميا 10 اضعاف اقل، يعني الجليمبرايد اكتر 10 اضعاف من الدايمايكرون في الهايبو في المايلد هايبوجلايسيميا. في السيفير هايبوجلايسيميا زي ما حضراتكم شايفين اقلهم الجليكلازايد 0.1 واكثرهم جليبزايد والجليمبرايد والجليبنكلامايد 0.5 0.9. فور سيفتي جليكلازايد ام ار از مور سيميلر تو ميتفورمين than other sulfonyl urea. يعني the risk of hypoglycemia جابوا حوالي في الاستادي دي 121 ألف patient وحسبوا risk of hypoglycemia مع 24 anti-diabetic agent sulfonyl urea وقرنوه بالميتفورمين. ليه؟ انه الجليكلازايد تقريبا زي الميتفورمين في risk of hypoglycemia، ده احسنهم ده اقلهم في الريسك سيم تقريبا زي الميتفورمين. بالنسبه للويت جين في الاشهر اربعه ستاديز الليكوبيدي اس والاكورد والفاديت البيشنت خرجوا من الاستادي دي فيهم ويت جين، زي ما الفاديت كان 8 كيلو البيشنت كان في الاكورد 3.5 الليكوبيدي اس كان 1.7 اللي هو ويت جين. في الادفانس ستادي تقريبا ما فيش ويت جين. الابيزودز اوف برضه بنركز دايما عشان رمضان في الريسك اوف هايبوجلايسيميا ايفنت الدايمايكرون سيميلر تو سيتاجليبتين ان هايبوجلايسيميا، يعني مقارنه ما بين الدي بي بي 4 والجليمبرايد والجليبنكلامايد والدايمايكرون سيم تقريبا سيتاجليبتين زي الدايمايكرون موديفايد ريليز. برضه بس انا مش عايز اطول. الديورابيليتي بالنسبه للديورابيليتي الدي بي بي 4 برضه تقريبا سيم لايك الجليكلازايد ام ار از ديورابل تريتمنت. الانيشيشن اوف انسولين دايما السلفونال يوريا والانطباع بتاعنا بتاع السلفونال يوريا ان هياخد سلفونال يوريا الاكسوشن اوف ذا بنكرياس بعد حوالي 6 7 سنين البيشنت هيحصل له سكندري فيلير بعد كده هيدخل على انسولين بعد حوالي 7 سنين. عشان كده دايما بنسال الدوريشن ليك كام بتاخد علاج 7 سنين وما فوق احنا بنفكر ان الراجل ده هياخد انسولين على السكندري فيلير. معظم السلفونال يوريا تقريبا بيدخلوا في سكندري فيلير في خلال 7 8 سنين الا اللي هو الموديفايد ريليز ممكن يوصل لحد 15 سنه ما يحصلش. طب ليه ما ليه القصه دي؟ طيب ان هو ما يدخلش سكند فيلير عشان التايب اوف بايندنج مع الريسبتور بتاعه البيتا سيل.
التايب اوف بايندنج بتاعته هو دايما يكون بيمسك ويسيب، بيمسك ويسيب، غير التانيين اللي هو الريفرسبل بايندنج بيمسك ويكلبش، فعلى طول شغال شغال. فالميكانيزم دي نفسها ما بتعملش الاكسهوشن اللي احنا بنفكر فيه، فممكن يقعد لحد مثلا 15 سنه. انا اتعرضت لموقف في محاضره زي كده، فبقول بتكلم ان بيحصل سكند فيلر 7-8 سنين وبكمل عادي خالص. طلع لي واحد قال لي ما حصلش، والله على طول كده قال لي انا في واحد بياخد 15 سنه علاج وما حصلوش. فانا بقول له يعني العلم والبيس بيقول كده 7-8 سنين بيدخل في السكندري فيلير، والبيشط حتى هو قال ان انا هو ده بياخد الدايمايكرون. فيعني فهو هي ماتش مع الكلام، هو لما نرجع نقول له خلاص هو بيستوعب القصه يعني. بس هو اعتراضه في العموم على السلفونيلوريا، لكن لا في فرق ما بين النوع ده والنوع ده. في استادي اسمها داي رمضان استادي، اتعملت على 1200 بيشنت. الاستادي دي شاركت مصر فيها 193 بيشنت. الخلاصه بتقول 95% اوف بيشنت وير دايمايكرون مش محتاجين دوز ادجستمنت. لما شافوا سيفير هايبوز 0، لما شافوا الكونفيرمد هايبوز 1.6، لما شافوا الويت جين مفيش ويت جين فيها. هل الجليكلازايد ديفرنت؟ هو ديفرنت زي ما قلنا، اللي هو ماتش مع زي ما قلنا اللي هو الفسيولوجي اوف انسولين سكريشن، وقلنا موضوع البايندنج بتاعه، وقلنا خلاص كده. وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا دكتور وليد على المحاضرة القيمة دي بمناسبة اقتراب قدوم شهر